نفذت هيئه تنظيم سوق العمل حمله تفتيشيه مشتركه في محافظه المحرق بالتنسيق مع شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بوزاره الداخليه ومديريه شرطه محافظه المحرق. شملت عددا من المحال التجاريه ومواقع العمل واماكن تجمع العماله بالمحافظه. واسفرت الحمله عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق باحكام قانون هيئه تنظيم سوق العمل وقانون الاقامه بمملكه البحرين، منوهه بانه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بشانها وجددت هيئه تنظيم سوق العمل دعوتها الى جميع افراد المجتمع لدعم جهود الجهات الحكوميه للتصدي للممارسات غير القانونيه في سوق العمل والعماله غير النظاميه حمايه للمجتمع